حضراتكم طبعا شفتم في الاخ المتأجر، مش عارف يعني تقريبا بيفكرني بالشنكحاوي الزعبلاوي اللي كانوا بيجي عندنا البلد والبلاد بتاعتنا ايام زمان. دكتور توفيق، دكتور توفيق فكرني، هاي انا شنكحاوي. انا عارف انك شايل مني، بس ده ما كانش بايدي. الحقيقه احنا بنتزنق في افيهات فبنلاقيش غير فيديوهات حضرتك، وكمان الحقيقه تحت ضغط الفلوس الواحد يعمل اكتر من كده. والاخ الشنكحاوي والاخ الزعب اللي هو الاخ الشنكحاوي الزعبلاوي الجدع اللي كان مأجره نجيب اللي انتوا عارفينه ده، اتضح يا اخوات انه واخد 1,350,000 في 30 حلقه بتوع رمضان. يا خرابي، 1,350,000 بعدهم ازاي ده؟ طب شالهم في شنطه ولا شالهم فين؟ شالهم في سكيبة ولا في شنطة ولا ما حاجات كده غريبة يعني. حضرتك الرقم اللي انت قلته ده كبير قوي، لكن مش كتير على حلقة واحدة. يبقى اقوله للمهندس نجيب يجيب الشنطة ديت في اول الحلقة مش في نصها، وبحطوها في شنطة الطيارة هليكوبتر. بس الحقيقة انا مش محتاج 1,350,000 جنيه في الحلقة الواحدة علشان نتكلم مع حضرتك. ده انا ادفع فلوس يا راجل عشان اجيب سيرتك. تاخد 1,000,000؟ مش عايز تاخد؟ عموما هو موجود لو حبيت تاخده في اي وقت. ده حتى فريق العمل معجب بحضرتك جدا، وخصوصا شادي. بموت فيه.